ليا، ورح ننتقل من الأجواء الثقافية للأجواء السياحية. أريج، برعاية وزير السياحة وتكاملا مع مشروع تطوير جودة المنتج السياحي السوري وتحديث الإدارة السياحية، أقيم مؤتمر صناع الجودة العرب السياحية الأول في سوريا. وهذا المؤتمر جاء لتأهيل متخصصين بتفتيش وتدقيق الجودة وسلامة الغذاء بمنشآت الطعام والشراب. للحديث أكثر عن هذا المؤتمر معنا السيدة شفيعة سلمان، المستشارة الإعلامية لمجموعة صناع الجودة العرب، والسيد منقذ ملوحي، مستشار وخبير معتمد لدى صناع الجودة العرب. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وصباح سوريا الغالي وصباح جيشنا اللي يعني جبلنا الأمل بتحرير دير الزور والأبو كمال وكل بقعة في أرض سوريا، نرجو من الله أنه تتحرر. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا وسهلا. بداية خلينا نحكي شوي عن يمكن عن عن هالمؤتمر يلي بقام أول مرة صناع الجودة العرب، خلينا نحكي عنهم وخلينا نحكي يمكن عن هذا الملتقى. هو فعلا هو المؤتمر الأول بالنسبة للسياحة، أما صناع الجودة العرب أقامت عدد كبير من المؤتمرات لعدد من الوزارات وعدد من القطاع الخاص. المؤتمر هذا كان لتحقيق الجودة في سلامة الغذاء من المزارع إلى مائدة الطعام. خضع للمؤتمر 100 مشارك من وزارة السياحة وعدد من المنشآت السياحية الخاصة، وكان منحة من صناع الجودة العرب برعاية وزارة السياحة. المؤتمر على مدى 3 أيام، طبعا مدة المؤتمر قصيرة بحجم المواد اللي كانت عم تنعطى فيها. فهلأ فتحنا اتصال إلكتروني مع المشتركين، رح نتابع معهم الاقتراحات والدورات خلال الاتصال الإلكتروني لمدة 10 أيام. نعم. لمنحهم الشهادات الدولية المعتمدة. نعم. من شركة كواليتيز والآيزو. سيدة شفيعة، خلينا نتعرف أكثر من حضرتك ونعرف المشاهدين من هم صناع الجودة العرب. أول شيء صناع الجودة العرب، السؤال طبعا بالبداية كثير ممتاز لأنه نحن عم نحكي عن شيء لسه ما بنعرف عن مين نحن كنا عم نحكي، فبالبداية لازم نتعرف مين هم صناع الجودة العرب. صناع الجودة العرب بدأوا في سوريا بالبداية وسموا تجمعهم بشكل دار أو بيت، يعني انطلقت باسم بيت الاستشارة أو البيت الخبرة الاستشارية. وهذه الخبرة الاستشارية أو بيت الخبرة الاستشارية هو مسجل بسوريا تحت الرقم 1 منذ عام 1996، وهو دار خبرة استشارية وتدريبية في مجال تحديث المؤسسات وإدارة الجودة، فضلاً عن أنها متخصصة بتقديم خدمات الاستشارات الإدارية والتطوير والتأهيل لمختلف المؤسسات وبغية الحصول على الشهادات العالمية. هي كبيت خبرة بالبداية تأسيسه في سوريا وفي الشرق الأوسط وفي العالم، ويديرها الخبير السوري البروفيسور حسان الحموي. يعني هذا البيت العربي تأسس في سوريا ويديره أيضا خبير سوري. نعم. البروفيسور حسان الحموي. ولصناع الجودة العرب شركاء دوليين، يعني لم يقتصر نشاطها على مستوى سوريا بل امتدت إلى خارج سوريا والوطن العربي وبقع واسعة من العالم. وقلنا نحن أنه إلها شركاء منهم وأهمهم في عنا سمارت بزنس أكاديمي، هي بالسويدة، عفوا بالسويد مو بالسويدة بالسويد نعم بالسويد. أيضا يشغل البروفيسور حسان الحموي السوري الأصل منصب رئيس مجلس هذه التشاركية أو هذا التجمع اللي هو اسمه سمارت بزنس أكاديمي، وهي أيضا متخصصة في تقديم برامج تدريب الإداري الحديث والتدريب الفندقي والسياحي وتنمية الموارد البشرية في جميع الاختصاصات ولكل قطاعات الدولة، واعتماد الخبراء والمدققين الدوليين في مجال الجودة. أيضا الشريك الثاني هو كواليتاس بريطانيا، هو في بريطانيا مركزه، وهي الجهة الدولية المتخصصة لإدارة منح الشهادات الدولية وعضو في شبكة الاعتراف المتبادل للجهات الدولية المانحة للشهادات.
بيجينا أيضا الشريك الثالث وهو مرابحة كابيتال، وهي شركة متخصصة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الاستثمار والتمويل المؤسساتي والاستثمار السياحي، كما أنها عضو في الميثاق العالمي لخدمة المجتمع في الأمم المتحدة. يعني مثل ما أننا ملاحظين هدول الشركاء في تبادل جدلي بيناتهم، بمعنى كل شريك منهم يفيد الآخر. وبالمجمل هي تأسست هذا التجمع أو هذا البيت العربي في البداية لخدمة كل مفاصل الوطن ومفاصل المجتمع وبما يناسب احتياجاته، ولكن بشكل مبدع. يعني ما نبقى بالطريقة التقليدية الاستاتيكية نسير بهذا الاتجاه، بل ينتقل بهذه المؤسسات الوطنية أو حتى الوزارات. طبعا هو الآن يشبك هذا التجمع يشبك مع مختلف وزارات سوريا، وخصوصا بعد ما أطلق السيد الرئيس شعار التحديث والتطوير، فتبنى هذا التجمع هذا الشعار وانطلق به. والدكتور منقذ خير من يتحدث عن هذا الجانب، هو سيدخل في المفاصل الدقيقة لكوني أنا بالتواريخ وما التواريخ لا تسألوني. لك خلينا ننتقل عند الأستاذ منقذ ويحكي لنا أكثر عن التفاصيل والتواريخ. شكرا كثير، ريحة شوي. نحن يعني اللي حابب انا احكي عليه انه جداول المؤتمر او دورات تبع المؤتمر كانت تتطرق لعدد من المواضيع. الموضوع الاول اللي هو منظومه هازب. هازب هي منظومه تقلل من المخاطر، تقلل من المخاطر للغذاء وسلامته. الشيء الثاني اللي هو المواصفه القياسيه 19011 اللي هي مواصفه ايزو، اللي هي هيئه المواصفات القياسيه العالميه. هي بتتابع ودور المدقق والمفتش للغذاء كيف أدواره بالتحديد من إعداد الخطة لتقديم التقرير، وهذا مهم جدا لمفتشي وزارة السياحة أنه بيعرفوا كيف يعدوا خطة لما بده يزوروا منشأة ولا فندق ولا كذا، بيعرفوا وين يدققوا كيف يدققوا، بيعرفوا يوثقوا الوثائق بالشكل الصحيح ويراجعوا الوثيقة ويطوروا في المنشأة. يعني نحن مهمة المفتشين ومدققين وزارة السياحة تنتقل من عملية الضبط والإغلاق والعقوبة إلى نصيحة المنشآت ونصيحة المطاعم في تقديم جودة غذائية صحيحة. فهي النقلة للمفتشين بطريقة كتير جيدة. نعم، يمكن هي النقطة كتير مهمة. يعني في كتير من المفتشين يمكن ما عندهم خطط واضحة، بتكون هي مجرد زيارة، مجرد تدقيق يمكن عام عم يكون. لكن هلأ مع هيك مؤتمر يمكن اليوم الأول بالسياحة اليوم بسوريا عم بيتم وضع خطط لهذا الموضوع. تماما، فهي عملية تزويدهم بالهسب، تزويدهم ب 19011 اللي هي مواصفات الايزو، واللي بنسق عنا الجي ام بي اللي هي ممارسات التصنيع بالسلامه وتقليل المخاطر. يعني نحن بتابعوا المواد الغذائيه من المزارع لنقله لمكان العمل، لطريقه التخزين، لطريقه طبخ الطعام، لطريقه التقديم للمستهلك. من الخطط هاي بتقلل من التلوث، لأنه متى ما تلوث في أي منطقة من المناطق حيتوصل للمائدة سيئة وحيصاب بالتلوث الغذائي. وطبعا أمراض التلوث الغذائي كتير منتشرة، ويعني في دول العالم كان عندها كتير مشاكل بالغذاء. يمكن اليوم مع ظروف والحرب اللي عم نمر فيها في كتير يمكن من المعوقات واجهت هذا المجال، لكن اليوم شو اللي قدموه صناع الجودة العرب بهالمؤتمر؟ بالضبط، في ظل الأزمة طبعا النقل والمزارع وطريقة جودة الطعام وطريقة الطبخ وتوفر الطاقة وتوفر الأمور، هي صار في عندنا كريتيكال بوينت كلياتها في هذا. لكن بالنسبة للجودة، لو فعلا نحن مشينا بطرق الجودة بطريقة صحيحة وخطوات سليمة وبتوثيق، ممكن نقلل جدا من المخاطر. هي أهمية أهمية المؤتمر في تقليل المخاطر. سيد شفيعة، يمكن مؤتمر كتير يمكن مقومات رح تكون على أرض الواقع كتير مهمة، قديش كمان مهم المتابعة
يعني ما بعد المؤتمر، يعني الخطوة بعد المؤتمر قد مهم المتابعة بالضبط. وتزويد يعني باقي الناس بمثل هذه المعطيات. أنت سألتي وفتي على باب المتابعة اللي هو طبعاً. الإجابة الصحيحة. أول شيء نحن بالنسبة لهذا المؤتمر ذكر الدكتور أنه صناع الجودة العرب هدفهم أنه يتابعوا هذا المنتج من الأرض، من وقت اللي بيكون بذور بالأرض إلى أن يتناوله الشخص الذي سيأكل منه، يعني بكل مراحله. اثنين، ذكرت الأخت أنه في تفتيش وتدقيق وهكذا، فنحن كمان من أحد الأهداف أنه نميز بين المفتش والمدقق، لأنه صناع الجودة طريقة تعامله مع الآخر وتعاطيها غير بعض التجمعات أو بعض المؤسسات إلى آخر ما هنالك. فالتدقيق شيء والتفتيش شيء آخر، أيضا له مراحله له إعداداته. التدقيق يعني يأتي بمعنى أنه بيخبروك أنه نحن جايين لنطلع على كذا وكذا، بيحددوا له مجاله إلى آخر ما هنالك. بينما التفتيش بيجي إمتى؟ بناء على شكوى أو بيجي بشكل بدون مفاجئ. إخبار طبعا. هذا حالة تنظيمية بدنا نتركها. بدي جاوب على سؤالك واللي كمان قلتي أنه هي بما معناه أنه هذا المؤتمر له أهمية. طبعا له أهمية لأنه يعتبر مؤتمر نوعي من كل جوانبه. أولا نوعي لكونه هو أول مؤتمر للأكاديمية الفندقية لصناع الجودة العرب. اثنين، مثل ما قلنا تشارك مع وزارة السياحة اللي هي الأرضية اللي بتهتم بكل مفاصل حياة المعيشية للإنسان، من الأوتيل إلى كل ما هنالك. والأوتيل هو بيت بيجمع كل الشرائح البشرية، فإله أهمية كتير كبيرة. اثنين، ذكر كمان الدكتور أنه في منحة مجانية. وقديش بتكلف هاي الدورة؟ كتير بتكلف، ولكن قدمها صناع الجودة العرب بشكل مجاني لمئة متدرب. ولا نكتفي هنا بأن ندرب ونترك الأمر أو الحبل على الغارب، بل كما ذكرتي يعني هدول المدققين يراقبون ويراقبهم المؤسسات والمفاصل التي لهم علاقة بها. وستمتد هذه الدورات على مستوى كل سوريا، مو بس بدمشق. نعم. وعلى فكرة المنتسبين من كل المحافظات، ولكن بالتالي لتعميق هذه الدورات ستنتشر هذه الدورات على مستوى جميع المحافظات. نعم، يعني هي نقطة كتير مهمة أنه نعم. يكون في إلى انتشار بكل المحافظات. نعم، على مستوى جميع المحافظات. نعم. نعم. والخبراء الموجودين في المحاضرات كانوا ملتزمين من الدرجة الأولى، وهم أيضا نعم. نوعيون. يعني نحن نتمنى هالمحاضرات نحن أكيد نتمنى هالمحاضرات تلاقي صدى ويكون في لها تطبيق على أرض الواقع، وهذا الشيء أكيد أنتم عم تسعوا له بإذن الله إعلاميا. بإذن الله. وكمان نحن ما بدنا نجهل يعني كمان دور وزارتنا، وزارة السياحة. صحيح. ومن يعني أيضا شاركنا في المحاضرات كان نعم. لهم أيضا باع طويل في المحاضرات. نعم. ومدير الجودة السياحية في الوزارة شارك شخصيا في تقديم نعم. بعض المحاضرات للمتدربين. تحيتنا الكثير كبيرة لكل حدا بوزارة السياحة يلي هو راعي هيدا المؤتمر. نعم. نشكركم كثير، شكرا كثير لحضوركم، وشكرا كثير، موفقين يا رب بخطواتكم الجاية. ممكن في لحنا صناع الجودة العرب كنت بيتي نعم. انه اطلقت اكاديمية اسمها اكاديمية الجودة نعم. الفندقية والسياحية، هي موجودة في حلب حاليا. وهذا تحدي كبير اطلقناها في دمشق وباقي المحافظات، وإن شاء الله ب 2018 حنطلق أكاديمية الجودة الطبية والصحية إن شاء الله. يعني شكرا لك. شكرا من كل من شارك في هالدورة سواء أكيد. على الأرض أكيد. أو من المؤسسات والوزارات. الله يعطيكم العافية يا رب. لجيشنا العربي السوري الذي أمن لنا هذه الجلسة، ولولاه ما كنا نستطيع أن نكون متواجدين ضوي على هذا الموضوع. نعم. ونتمنى من رب العالمين دائما سوريا تظل هي المنارة لكل البلدان العربية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لكم.